السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على البروبابيليتي او البارتي بالنسبه للبروبابيليتي. البلان ديالي اللي بقى خدام عليه بالنسبه للبروبابيليتي هي اول حاجه ندوي على الجينيراليتي بالنسبه للفاريابل الالياتوار لواحد النوم غيال اللي كينتمي لاكس للار. ثاني حاجه غادي ندوي في هاد الجينيراليتي غادي ندوي على ليسبيرونس والفاريونس وليكارتي والكويفيسيون دو فاريونس، وغادي ندوي من وراها على اخر بارتي غادي ندوي عليها في البروبابيليتي هي لي لوا. غادي ندوي على اللوا نورمال او بيرنولي او بينوميال. هم اول حاجه غادي ندويو عليها كيعطيونا هنا واحد البروبليم، اما كان اكس كيعطيك واحد الاكسيرسيس اللي يكون فيه واحد البروبليم، يا اما كيكون عباره عن قطعه. هنا واحد مجموعه ديال النقاط اللي كتكون متصله ببعضياتها، الا كانت مجموعه ديال النقاط اللي كتكون متصله ببعضياتها ديك الساعه كندوي على كونتيني. يعني الا بغيت ندرس داك البروبابيليتي كنستعمل لانتيغرال. يعني غادي نخدم البروبابيليتي ديال اش بي ديال اش اكس كيكون اونتر اش اونتر اي بي. شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا هو الانتيغرال من ا تال بي ديال اش ديال اف دو اكس دي دو اكس. هادي في حالة الا كنت كندوي البروبليم ليكزيس اللي عندي عبارة عن قطع مجموعة ديال النقاط اللي كيكونوا متصلين. ديك الساعة كنخدم باش كنخدم بالانتيغرال، وديما ا كتكون طون فير موان لانفيني و بي طون فير ا بليس لانفيني. واخا حنا نجيو نشرحو من بعد. بالنسبه للديسكري، ديسكري كدوي على واحد المجموعه ديال النقاط اللي كيكونوا غير متصلين مع بعضياتهم، يعني نقاط متقطعه. يعني الا بغيتي تدرس بالنسبه للديسكري، الا بغيتي تدرس دوك النقاط اللي كيكونوا متقطعين كدرس بلاصوم. يعني كتخدم جمع اللي كيساوي اش اكس تا هو كيكون اونتر اش اونتر ا اي بي. شنو كيساوي؟ كيساوي بي دو اكس لاصوم ديال بي دو اكس ايكالا اكس اي. يعني بي دو اكس اي، يعني مثلا كنت عندي هنا بي ديال ا سي بي سي اف، شنو كيساوي ليا هنا لاصوم بي دو اكس اللي كيكون اونتر ا يبقى شنو كيساوي لي؟ كيساوي ليا بي ديال ا بلس بي ديال بي بلس بي ديال سي. اشبقى غادي تشد بي اخر واحد هو اف بي ديال اف. هذا هو لاصوم ديال. وباش دوي هنايا كندوي على الفاريابل الياتوار اكس بالنسبه للبروميير. اول حاجه غندوي على الجينيراليتي ديال الفاريابل الياتوار. بالنسبه لهاد الفاريابل الياتوار الا كان عند حيت الطابلو اللي كيعطيك كيعطيك اون فونكسيون ديال اكس اي كيكون فيه اعداد اللي كيكون ديال اكس، يعني ديال الفاريابل الياتوار. الا كانت فيه الفاصله راه عرف راسك بلي راه الميثود اللي غادي تخدم بها هي كونتين. يعني غادي تخدم كونتين. والا كان سون فيغيل داك الفاريابل الياتوار اللي عطاك في الطابلو ما فيهش الفاصله، ديك الساعه كتخدم بلاصون، يعني غادي تخدم بديسكري. اول حاجه كيطلب منك بالنسبه للبروبابيليتي ملي كتخدم في الفاريابل الياتوار، اول حاجه كيطلبها منك يقول لك بين لي هاد الفونكسيون واش فونكسيون دون سي تي. مثلا كيعطينا شنو طالب منا؟ هو عطانا دابا مثلا في هاد الحالة عطانا اف دو اكس كتساوي هي اكس ديفيزي باغ دو، وعطاك بلي راه الفاريابل الياتوار اونتخ زيرو ان، يعني كاين في قطعة زيرو ان عبارة عن قطعة واحد المجموعة ديال النقاط اللي متصلة. دابا في هاد الحالة عطينا قطعة، دونك الميثود اللي غادي نخدم بها هي كونتين، يعني لانتيغرال اللي غادي نستخدم هنا. تبع معايا، يعني طالب مني نقلب على الدونسيتي. الدونسيتي باش تكون عندي هاد اف راه هاد الفونكسيون راه دون سي تي اف اون فونكسيون ديال اكس، يعني خاص ملي نجي نحسب من زيرو عطينا من زيرو حتى لواحد، من زيرو لواحد ملي نجي نحسب البروبابيليتي ديال هنا ديال هاد دون سي تي هادي اللي طلب لي ديال القطعة هادي خاصني نلقاها كتساوي واحد. يعني لا صوم ديالي درت لانتيغرال خاصني نلقى هنايا 100% مثلا دون سي تي ديالي هي لاغ 100% لاغ كمثال. واخا قلنا بلي راه عندي قطعة، دونك الميثود اللي غادي نخدم بها هي لانتيغرال، وعطيني باغيوغ ايكالا زيرو. شنو كتعني ليا هاد؟ يعني الا كانت عندي قطعة من هنا تلاش من موان لانفيني تال بليس لانفيني موان لانفيني لزيرو، ومن زيرو تال واحد. شنو قلت لكم انا في اللول؟ قلت لكم بلي ا كتكون طون فيرا موان لانفيني و بي كتكون طون فيرا بليس لانفين. يعني شكون اللي كيلعب الدور ديال ا في هاد الحالة؟ هو زيرو. الدور ديال بي هو واحد، يعني من ا طون فيرا موان لانفيني الفونكسيون هنايا كتساوي زيرو، البروبابيليتي كتساوي زيرو سينو، و
وهنا فين عندي الدونسيتي، فين عندي طالب من الدونسيتي، مناش من واحد، من زيرو لواحد. دونك هنا فين غادي نحسب اف دو اكس، راه هادشي اللي كتعني ليها باغيور، يعني من ا، من واحد، من زيرو. الموالافيني الفونكسيون هنا راه كتساوي زيرو، ها هو عطاليا، ومن واحد لبلوس لانفيني حتى هنايا البروبابيلتي كتساوي زيرو. سي كتعني باغيور. واخا غادي نجي غادي نحسب الانتيغرال ديالي. عندي بي، شنو قلنا بلي راه اكس كتكون اونتر اش، اونتر اي و بي. ا في هاد الحالة هي زيرو، واحد. شنو كتساوي ليا هي الانتيغرال من موان لانفيني، ولا ندير انا من موان لانفيني مثلا حتى لبليس لانفيني. نبين لكم في اف ديال اكس دي دو اكس كتساوي هادي اش، هي الانتيغرال من موان لانفيني حتى زيرو ديال اف دو اكس، بليس لانتيغرال دي دو اكس، بليس لانتيغرال من زيرو حتى لواحد ديال اف دو اكس دي دو اكس، بليس لانتيغرال مناش من واحد لبليس لانفيني اف دو اكس دي دو اكس. هنا شنو قلنا؟ قلنا كاع عطانا هما، قلنا باغيوغ ان الفونكسيون كتساوي زيرو، يعني من موان لانفيني حتى زيرو شحال كتساوي الفونكسيون، يعني البروبابيليتي ايكالا زيرو، ومن واحد حتى لبليس لانفيني شحال كتساوي زيرو. دونك اش غادي تبقى عندي؟ كتساوي هي لانتيغرال من زيرو حتى لواحد ديال اش اف دو اكس، شناهي هي اكس ديفيزي باغ دو دي دو اكس. دونك كتساوي ياش شناهي اكس باغ دو، هي اكس او كاري سيغ دو فوا دو. دونك شنو كتساوي ليا هادي من زيرو حتى لواحد؟ شنو كتساوي ليا إذا جيت نعوض؟ غتبقى ليا هي اش، إلا عوضت بواحد هي واحد على أربعة، والآخر زيرو. دونك غتبقى ليا هي واحد على أربعة. دونك خرجت ليا واحد على أربعة. باش نقول بلي هادي نيبا فونكسيون دونسيتي، علاش؟ خاصها تخرج ليا كتساوي واحد. من دوال الفونكسيون دونسيتي تخرج ليا كتساوي واحد، في هاد الحالة خرجت ليا ديفيرون دو أن. دونك في هاد الحالة اف نيبا فونكسيون دونسيتي. الا خرجت ليا اف كتخالف واحد، يعني راه ما عندهاش لا ليسبيرونس لا الفاريونس لا لي كارتشيب لا كويسيون دو فاريونس، يعني حتى حاجه ما غاتحسبها، تجي هنا وتحبس. غاتقول لي فونكسيون ني با ني با دونسيتي وتحبس، غاتقول لي اف ني با فونكسيون دونسيتي وتحبس، ما عندكش الحق مازال تحسب لها ليسبيرونس والفاريونس ولي كارتشيب. دابا نديرو اكزومبل دو، هنا شنو عطينا؟ عطينا الفونكسيون دابا هي جوج اكس، ونفسها نبقاو خدام بنفس الانترفال، هي من زيرو لواحد. في هاد الحالة عندي انترفال، دونك الميثود اللي غنخدم بها هي كونتيني، يعني نستخدم الانتيغرال. دونك بي ديال اش ديال اكس اونتخ اش اونتخ ا اي بي، شنو كتساوي ليا؟ هي الانتيغرال من اش، من موان لانفيني مثلا حتى بليس لانفيني ديال اف دو اكس دي دو اكس. شنو كتساوي ليا؟ هي الانتيغرال من اش، من موان لانفيني حتى لزيرو ديال اف دو اكس دي دو اكس، بلس الانتيغرال من اش، من زيرو حتى لواحد ديال اف دو اكس دي دو اكس، بلس الانتيغرال من واحد حتى بلس لانفيني ديال اف دو اكس دي دو اكس. شنو قلنا؟ قلنا بلي راه عطينا هنايا الفونكسيون فهاد القطعة هادي كتساوي جوج دو اكس، ولكن باغيو ايكالا زيرو. يعني الا بغيت نحسب انا الانتيغرال ديالي، بغيت نحسب بروبابيليتي ديالي من موان لانفيني حتى زيرو، شحال كتساوي هنا الفونكسيون؟ زيرو. سينو هو عطاها ليا باغيو انها كتساوي زيرو. واخا هنا فين عندي، هنا فين غادي نحسب الدونسيتي ديال الفونكسيون؟ الدونسيتي هنا فين غادي نحسبها؟ حيت معرفة ليا على هاد القطعة هادي، من زيرو حتى لواحد، ولكن عاوتاني من واحد حتى لبليس لانفيني عطاها ليا انها كتساوي زيرو. دونك انا ما عنديش الدونسيتي ديالي، غادي نخدم عليها. دونك هادي غتمشي للزيرو وهادي غادي تمشي للزيرو. شنو غادي تبقى ليا البروبابيليتي؟ شنو كتساوي؟ كتساوي هي الانتيغرال من زيرو حتى لواحد ديال اش ديال جوج دو اكس دي دو اكس. شنو هي الاصليه ديال اكس؟ اكس هي اكس او كاري سيغ دو. دونك شنو غتمشي ليا؟ غادي كتساوي هي جوج فاش في اكس او كاري سيغ دو، الانتيغرال من زيرو حتى لواحد غتمشي جوج مع جوج. شنو غادي تبقى ليا؟ هي اكس او كاري اللي هي واحد او كاري ناقص زيرو او كاري. دونك شحال كتساوي هادي؟ واحد. خرجت ليا الفونكسيون كتساوي واحد. دونك شنو كيعني ليا؟ كيعني ليا بلي راه اف يتون
Fonction densité. دونك الى جا من وراها وطلب مني ان نحسب ليها ليسبيرونس و الفاريونس و لي كارشيب، عندي الحق. اول حاجه غنمشي غنحسب ليها ليسبيرونس ولا الموان او دو اكس. انا خدام دابا في كونتيني، دونك او دي اكس شنو كيساوي او دو اكس هو ليسبيرونس ولا موان. واخا شنو التعبير ديال الموان بصفه عامه؟ اي او دو اكس كيفاش كتكتب؟ هي او ديال اي دو اكس اشنو كتساوي ليا؟ هاد هي الانتيغرال. الا كنت كندوي على كونتيني فاش خدامين حنا بالنسبه للقواعد ديال كونتيني، دابا علاش كندوي ليسبيرونس شنو كيساوي فيه؟ هو الانتيغرال من ا تربي ديال اش ديال اي دو اكس فوا اش فوا اف دو اكس اللي كانت عندي فوا دي دو اكس ولا او دو اكس شنو كتساوي ليا في هاد الحالة؟ هي الانتيغرال من ا تربي ديال اكس اف دو اكس دي دو اكس. هادو هما القواعد ديالها الا كنت خدام في كونتيني. واخا نكملو هاد ليكزيرسيس، ناخدو هاد الفونكسيون هادي ونحسبو ليها ليسبيرونس ديالها. شنو كيساوي؟ قلنا او دو اكس هنا كيساوي هو الانتيغرال من ا تال بي ديال اش ديال اكس دي اكس اف دو اكس دي دو اكس. دونك او ديال اكس شنو كيساوي في هاد الحالة بالنسبة لهاد الفونكسيون؟ هو من زيرو لواحد ديال اكس فوا اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي دو اكس دي دو اكس. دونك الى جينا نحسبو هادي اكس اكس شنو غتولي؟ هي اكس او كاري. دونك شنو غادي تولي ليه؟ كتولي ليه كتساوي جوج. وشنو هي الاصلية ديال اكس او كاري؟ هي اكس على بويسونس 3 سيغ 3. دونك غادي تعطيني هي اكس على بويسونس 3 سيغ 3 من زيرو حتى لواحد. دونك شنو غادي تخرج ليا؟ هادي زيرو غيمشي لزيرو، يعني شنو غتعطيني هي؟ جوج فواش فواحد على ثلاثة ناقص زيرو على بويسونس 3 على 3. دونك هذا راه زيرو، غادي تبقى ليا اش؟ هي جوج على 3. دونك غتخرج ليا 0.66. الا خرج لك ليسبيرونس ولا الفاريونس نيجاتيف، عرف راسك راه شي حاجه غلطتي عليها. حيت هادو دي بورسونتاج كيكون محصور ديما، اكس ديك القيمه اللي غادي تخرج لك ديما كتكون محصوره ما بين زيرو وواحد، لا مره ما كدوز واحد. دابا غنمشيو غادي نحسبو اش؟ غنمشيو غادي نحسبو الفاريونس. بالنسبة للفاريونس في دو اكس شنو كيساوي في دو اكس؟ في دو اكس كيساوي اش؟ هو او ديال اش ديال اكس او كاري ناقص اش ليسبيرونس اللي حسبنا او دو اكس الكل او كاري. و هاد او دو اكس شنو كتساوي؟ او دو اكس او كاري هي هاد القاعدة اللي كتبت ليكم. او ديال اي حاجة كتكون داخل ديال ليسبيرونس هي اللي كنحطها هنايا. دابا شنو عندي؟ عندي اكس او كاري. دونك شنو كيساوي؟ الانتيغرال من زيرو لواحد ديال اش ديال اكس او كاري فوا اف دو اكس دي دو اكس. دونك شنو كتساوي ليا هادي؟ هي اكس او كاري الانتيغرال من زيرو لواحد فوا اش فوا جوج اكس او كاري فوا جوج اكس دي دو اكس. دونك هادي شنو كتساوي؟ اكس او كاري في اكس هي اش؟ هي اكس على بويسونس 3. الا بغيتي دير لها الانتيغرال هي اكس على بويسونس 4 سيغ 4. دونك غادي تولي ليا جوج في اش في اكس على بويسونس 4 سيغ 4. وغاتمشي ليا جوج مع جوج زيرو لواحد. دونك شنو غادي تبقى ليا؟ غادي تبقى ليا هي اكس على بويسونس 4 سيغ 2 من زيرو لواحد. دونك زيرو غادي تبقى ليا هي واحد على جوج. واحد على جوج هي 0.5. حيت الا عوضتي هنا واحد على بويسونس 4 غتبقى هي واحد، و زيرو على جوج هي زيرو. دونك غادي تبقى ليا هي واحد على جوج هي 0.5. هنا الفاريونس بلي كيساوي هو او دو اكس او كاري ناقص ليسبيرونس الكل او كاري. اشنو كيساوي؟ خرج لينا او دو اكس او كاري شنو خرج لي؟ خرج لي هي 0.5 ناقص اش؟ ناقص شحال خرج لي؟ هذا هو 0.66 الكل او كاري هي 0.064. هذا هو الفاريونس ديالي. دابا غنمشي غادي نحسب لي كارتشيب. بالنسبة لي كارتشيب لي كان مزونة سيغما اكس شنو كتساوي؟ كتساوي هي لاغاسين ديال اش؟ لاغاسين ديال الفاريونس لي هو في دو اكس. في دو اكس شحال خرج ليها؟ خرج ليها كيساوي سيغما دو اكس كتساوي اش؟ لاغاسين ديال اش؟ ديال 0.064.
ممكن تساوي 0.252. هذا هو لي كارتي ديالي. دابا غنمشي غادي ندوي على ايش، على اخر حاجه اللي هو كويفيسيون دو فاريونس، لو دو كونفيرجونس هو السيف. شنو كيساوي؟ هي القاعده ديالو كيساوي الكويفيسيون فور في كتساوي اش، كتساوي هي لي كارشيب علاش، على ليسبيرونس اللي هو المويان فواصا. دونك فهاد الحاله شنو كيساوي لي لي كارشيب؟ شحال خرج ليها لي كارشيب؟ خرج ليها هي 0.252. علاش؟ ليسبيرونس خرج ليها هو 0.66، دونك فواصا. دونك الكويفيسيون دو كونفيرجونس شنو كيساوي ليا؟ دو فاريونس 38.18%. هادو هما الأسئلة اللي كيطلب مني إلا كان عندي بروبليم كونتيني، يا إما الفاريونس ولا ليسبيرونس ولا الكويفيسيون دو فاريونس. دابا نعاود نذكر بلي غولاسيون غادي تحتاج بالنسبة للكونتيني. أول حاجة شنو قلنا؟ إلا بغيتي تحدد بلي راه الفونكسيون دونسيتي كتحتاج بلي راه بي ديال إكس اللي هو الفاريابل أليطوار كيكون أونتخ إكس دي أ و بي. شنو كيساوي؟ هو لانتيغرال من أش، من أ تال بي ديال إف دو إكس دي دو إكس، هادي البروبابيليتي. بالنسبة إلى بغينا نحسبو تاني حاجة كيطلبها مني، إلا كانت هادي، إلا كانت إف فونكسيون دونسيتي يعني هاد البروبابيليتي إلا كانت كتساوي واحد، دونك راه إف هي فونكسيون دونسيتي. إلا كانت دونسيتي هذا شنو كيعني ليا؟ بلي راه عندها ليسبيرونس او دو اكس، وعندها الفاريونس في دو اكس، وعندها لي كارتشيب، وعندها الكويفيسيون دو فاريونس. اي حاجه غادي يطلبها منك من وراء الفونكس الا كانت خرجت لك كتساوي واحد، دونك هادشي كامل غادي يكون عندها. الا كانت بي دو اكس اللي كتكون اونتر اي بي خرجت لك كتساوي واحد، دونك راه عندها ليسبيرونس مويان فاريونس و لي كارتشيب و الكويفيسيون دو فاريونس. اي حاجه غادي يطلبها منك راه غادي تحسبها ليا من وراء. ولكن الا كانت عندك بي ديال اكس اونتر ا اي بي ديفيرون دو ان، فهاد الحاله اف ني با فونكسيون دونسيتي، دونك غتجي هنايا وتحبس ستوب. علاش؟ ما عندك ملي كتكون فونكسيون كتخالف واحد، ديك الساعه ما كيكونش عندك الحق لا تحسب ليها لا ليسبيرونس ولا الفاريونس ولا لي كارتيف. بالنسبه للقواعد ديال ليسبيرونس ولا المويان شنو كيساوي؟ قلنا بلي راه او دو اكس او ديال او دو اكس بصفه عامه شنو كيساوي؟ هو لانتيغرال من ال بي ديال اش، ديال او دو اكس فوا اش فوا اف دو اكس فوا دي دو اكس، يعني او ديال اكس شنو كيساوي؟ هو لانتيغرال من ال بي. اي حاجه كتكون هنا هي اللي كتحطها كتعوض هنا، الحاجه اللي كتكون عندك لداخل ديال القوس ديال ليسبيرونس هي اللي كتجي كضربها في الفونكسيون هنا. يعني او دو اكس شنو كيساوي هنا؟ هو اكس فوا اف دو اكس تي دو اكس. ثاني حاجه غنمشي غادي ندوي على الفاريونس. بالنسبه للفاريونس شنو كيساوي؟ هو في دو اكس شنو كتساوي ليا؟ هي او ديال اش، ديال اكس او كاري ناقص او دو اكس الكل او كاري. او دو اكس او كاري شنو كيساوي ليا؟ ليسبيرونس هو اش، هو لانتيغرال من ا تال بي ديال اكس او كاري فوا اف دو اكس فوا دي دو اكس. دابا نمشي غادي ندوي على لي كارتشيب. بالنسبه لي كارتشيب اللي هي سيغما اكس شنو كتساوي؟ سيغما اكس كتساوي ليها هي لا راسين ديال اش، ديال الفاريونس. وبالنسبه للكويفيسيون دو كونفيرجونس شنو كيساوي؟ كيساوي لي هو لي كارتشيب علاش، على المويان اللي هو ليسبيرونس او دو اكس فوا 100. ولا كتكون عندك الفونكسيون بالنسبه للكونتين اللي كتكون عندك كيطلب منك تسري العلاقه ديالها ديال الفونكسيون دو ريبارتيسيون دو ريبارتيسيون. واخا اول حاجه كتكون عندك اف ديال اكس اي شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي هي اف ديال اكس هي اف
هوريه هي اف ديال اكس اي ناقص اش اف ديال اش ديال اكس اي ناقص واحد. كمثال ناخذ اكزامبل مثلا الى عطاك تحسب ليه الفونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اف ديال زيرو شنو كتساوي ليا؟ ها كتساوي ليا هي اف كتساوي ليا هادي اش هي اف ديال اش ديال زيرو ناقص اش زيرو ناقص واحد هي اش هي اف ديال ناقص واحد. وهاد لي فونكسيون كيعطيهملك في الطابلو كيكونوا عندك وكيكونوا عندك القيم ديال الفونكسيون دو ريبارتيسيون. هادشي اللي كاين بالنسبه للعلاقات اللي عندها علاقه بكونتينيو.